هل يجوز أن أتارك، هل يجوز أن أصادق تارك الصلاة وأحدثه أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. يجوز لك أن تحادثه بالنصيحة والإنكار عليه وتخويفه بالله عز وجل، وبيان أن الصلاة عمود الإسلام وأنه لا دين ولا إسلام لمن ترك الصلاة، عليك أن تنصحه وأن تغلظ عليه بالقول لعل الله أن يهديه وتكون السبب في هدايته. أما مصاحبته من غير أمر له بالصلاة ومن غير إنكار عليه فإن هذا لا يجوز. نعم.